في الوقت الذي ألقت به جائحة كورونا بظلالها على قطاعات عدة في الأردن ونتج عنها تقليص لفرص العمل وفقدان الكثيرين لأعمالهم، وفرت بلدية مادبة عدة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عند تشغيلها لمصنع الحاويات التابع لبلدية المحافظة. هذا المصنع وغيره من الإنجازات عرضها رئيس بلدية مادبة خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه أهم نشاطات البلدية وخططها، وأهمها توجه البلدية للصناعات الورقية خلال هذا العام بدلا من بيع ناتج مخلفات الفرز للورق والكرتون. تم اليوم طرح عدة مشاريع وحجمة من المشاريع اللي تم إنجازها عام 2020 لبلدية مادبة الكبرى. طبعا كان أهمها اللي هو مشروع التسمية والترقيم بيت الخبرات، يعني بيت الخبرات بالنسبة للخبرات الموجودة داخل مدينة مادبة تحتويها البلدية، أيضا يكون كمجلس أو مركز استشاري للبلدية من خلال خبرات الموظفين أو المتقاعدين. أيضا تم إنشاء أو طرح أو استثمار مصنع الحاويات في بلدية مادبة بطاقة تشغيلية الحمد لله وصلت الآن 100%. أيضا تم طرح عطاء لفرز وتدوير النفايات ورفع النفايات من داخل المدينة، وإن شاء الله راح يكون في تحسن أو تطور ملحوظ في مستوى تقديم هذه الخدمة أو رفع النفايات من الأحياء. طاقة المصنع الإنتاجية والحمد والشكر لله تقريبا ما يقارب 600 حاوية شهريا. وفر المصنع 14 فرصة عمل مباشرة من فنيين وعمال، بالإضافة إلى ما يقارب 10 فرص عمل غير مباشرة من قطاع النقل من تجار المواد الأولية. الإنتاج نتعامل بشكل أساسي ورئيسي مع بلديات المملكة المختلفة، نقوم بتزويدها بالحاويات المعدنية سعة 1100 لتر بالإضافة إلى القطاع الخاص.